أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. هي من السور المكية، يعني من دروس الإسلام المكي أو من الدروس الأولية في الإسلام أو الدروس الأساسية في الإسلام، تلك الدروس التي كانت قائمة على التعريف بالله، من هو الله؟ التعريف بالله عقلا وفكرا وفهما بطريق الدلائل والبراهين العقلية المنطقية البرهانية، وهذا أحد الطريقين للتعريف والتعرف على الله. الطريق الثاني من طريق الذكر، من طريق التوجه الروحي حتى يعرف المؤمن ربه على بصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ما رؤوس يعقلون بها، الرؤوس تفهم أمر الظاهر، أما أمر الملكوت ما تضعف عن إدراكها هذه الحواس، فنحتاج إلى الحاسة السادسة لنعقل بها ما يعجز عن إدراكها السمع والبصر والمخ والدماغ والعقل. لذلك الله قال قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، المراد كمان سمع القلب والسمع الإيماني، وإلا أبو جهل من حيث الأذن سمع كما سمع أبو بكر، لكن أذن قلبه كانت طرشاء ما وصل السمع إلى قلبه. وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة.